وتعد كذلك ولاية أصبع على وجه مثال حي على هذه الديناميكية باعتبارها من أهم الأقطاب الاقتصادية على المستوى الوطني، حيث ارتفع عدد التصيبات من الكلاسيكية من 8915 خلال شهر جويلية 2023 إلى 11310 شهر جويلية 2024، أي أيضا بمعدل ارتفاع قدره 27%. وهنا يجب أن نثمن جهد المؤسسات الاقتصادية على مستوى هذه الولاية لخلق الثروة ومناصب الشغل، وأحيي كل المؤسسات الحاضرين معنا اليوم على مساهمتهم الفعالة في خفض وامتصاص البطالة وحرصهم على تنمية وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.